أمل حياتي طبعا من أجمل ما غنت أم كلثوم، أحمد شفيق كامل الكلمات والألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هنكمل مع حضراتكم حلقتنا مشاهدينا الكرام، ونبتدي باستعراض باقة أخبارنا. بالأمس قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن في سلع رئيسية بتمس حياة المواطن المصري تم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى، ودي خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا. سلع استراتيجية يعني محدش يلعب في السعر، محدش يحتكر هذه السلع. السلع هي سكر ورز وزيت الخليط اللي هو زيت الطعام، الفول واللبن والمكرونة والجبنة البيضاء. وقال إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فهو لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، يعني ما يحصلش أي تعطيش للسوق بأي شكل من الأشكال. في عقوبات بقى واضحة في قانون حماية المستهلك على هذا الأمر في حالة تطبيقه، أو في حالة إنه الرقابة اللي إحنا على طول سامعين في الفترة الأخيرة إنه هيتم تجديدها على موضوع السلع الاستراتيجية، ودي الخطوة اللي إحنا كنا في انتظار شديد ليه جدا بعد رفع الاسعار. واعلن انه اللجنه المشكله متابعه اليات ضبط السوق والاسعار هدفها وضع اليه واضحه بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الاسعار، وده هيبقى لمده 6 شهور. وقال انه اقتصاد السوق الحر لا يعني انه يتم السماح من خلاله بانفلات السعر، وقال انه اي اجراء او ممارسه غير محموده او اخفاء ليها هيكون ليه قرارات تستوجب العقوبات. وايضا التاكيد ان الحكومه هدفها انضباط الاسعار وليس التدخل في التسعير، وهو ده يا جماعه الفرق ما بين التسعيره الجبريه وضبط السعر في السوق، ودي فكره اللي هي ميزان الشعرايه اللي احنا بنقول، او ميزان الذهب اللي احنا بنقول عليه بتستخدمه الحكومه المصريه، وهو الفارق بين الاثنين او المفهومين اللي ساعات بيختلط على الناس، مع الاحتفاظ طبعا بوجود هامش ربح وكل حاجه للمصنعين والمنتجين والمسوقين، لكن في نفس الوقت ايضا حفاظ على حق المواطن وطبعا تقديم الدعم ليه.